حسيتك غلط يا روح امك، روح اظبطها بقى عشان على الحرام دي. ما توفر عفتك يا طيب، بتحتاجها قدام. قبل ما تهب منك اسمع مني زي ما سمعت من اختك. طب انا اشهدك على روحك وانت اللي تحكم. يا ده انا كم مره اقول لك ابعد عن سكه اختي وانت ما بتسمعش الكلام؟ كل مره تسمعني الامين وتلف من ورايا وترازيها. طب اعمل لك انا ايه؟ غلطان غلطان وراكبني حق اؤمر. يا ده انا اللي عاوز اختي مش بالسهل، لازم يستموت عليها مش يجيب ورقه كده من اول ثغره. طب مش فاهم. انا فاهمك، نصرة دي اغلى حاجه عندي في الدنيا، وعلاها الحرام لو خيروني بين رقبتي وبين سعادة لهشاور على سعادة، وده اللي خلاني ارضى بيه. بس اسمع، انا رضيت بيك عشان هي اللي عايزاك، مش عشان انا اللي عايزك ولا انت تستاهلها. حبيبي يا بوخ. طب اسمع بقى الكلمتين اللي جايين دول وعيلهم كويس يا حماده. لو شيطانك وزك وفكرت تضايقها ولا تنس شعره منها اللي هتفنك تحتيها، انت فاهم ولا لا؟ فاهم. ماشي يا ابو ناسب. خير يا بوشي؟ خير يا روحي؟ هي الستار بتاعتنا بقت مشغوله قوي كده ولا ايه؟ شكلي قلقتك بتليفوني صح؟ لا ابدا، بس كنت لسه في المحطه وكان عندي شويه حاجات بعملها. لو كنت عارفه كنت كلمتك في التليفون وخلاص، ولو ان الكلام ده يعني ما ينفعش يتقال في التليفون. انت دلوقتي نجمه مشهوره وممكن قوي تليفونك يكون متراقب. انا مش فاهمه حاجه، وانت كلمتيني ليه؟ مشوار صغير زي بتاع المرة اللي فاتت، بس المرة دي في السريع، مقابلة ترحيب بحد مهم، يعني 3-4 ساعات مش أكتر. لا ساعات ولا ثواني، انسي الحكاية دي خالص. يعني إيه؟ يعني اللي ليكي عندي خدتي قصاده وأكتر كمان، وشيليني بقى من دماغك، ويبقى كده انتهينا. لا يا حبيبتي، أنا مفيش حاجة خالص بتنتهي عندي. وانا اوردرات تاني ومش هروح. واعملي اللي عندك. فوقي لنفسك، فوقي لنفسك يا حبيبتي، وافتكري انت كنتي ايه اصلا. اللي بقولك عليه هتعمليه، وهتعمليه بمزاجك، ولو ما عملتوش تبقي انت اللي اخترتي، وهتشوفي قصاد كل ساعه حلوه عشتيها يوم اسود لحد ما تبقي عبره لغيرك. أمك فين يا رب؟ نايمة جوه، تعبت شوية وخلي أحمد يديها إبرة عشان تعديها. نصرة، أنت نايمة؟ جاي بس اقولك ان انا مسافر، ومانش عليا امشي قبل ما افرحك. تعرف يا بنت، طول عمري بحلم باليوم ده. بحلم اني داخل عليك فستان الفرح، وانت تشوفيه فرحتك وتبقى ساعك وتجري تشعلها في رقبتي. انا كنت جاي ونفسي اشوفه عليك، بس معلش تتعوض. طب واللي خلق الخلق، اول ما هرجع لعامل لك فرح الدنيا كلها تحكي وتضحك عنه. انت بس تعبي، خلي بالك من نفسك من الوضع. صحيح مسافر يا خال؟
اه مسافر في ايه؟ تعمل بقى زي العيال الصغيرين وتشعبط في دراعي تقول لي خدني معاك؟ انا راجل يا خال، بعدين ما ينفعش اسيب امي بطولها، ما بقاش انت وانا، ولا يا سيد المعلمين؟ اه سيد المعلمين. اسمع يا سيد، انا لو غبت وما رجعتش خلي بالك من امك ومن اخواتك، عايزك جدع وصالي بطولك كده. انت رايح فين يابا؟ اسمع يابا، انا عايزك تخلي بالك من البيت ده، عايزك تخلي بالك من امك وخالاتك، عايزك كده تشد حيلك وتوصل بطولك زي الرجاله. لما ابويا ساب لي حمل البيت ده على كتافي كل الناس خوفتني، قالوا لي شيل عليك تقيله يا سيد، خلينا نشيل معاك. قلت لهم لا، الليله دي بتاعتي لوحدي ومحدش هيحاج على اخواتي غير دراعي. ساعتها نسيت ان انا عيل صغير، عضيت في الارض طفحت الدم عشان مفيش حد فيهم يحس ان ابوهم راح. احمد ده كان ممكن يبقى اي حاجه، والبنات دي كانت ممكن تتعلم ما تتعلمش، محدش كان هيحاسبني ولا يقول لي تلت التلاته كام. بس دايما نصيحه ابويا كانت بترن في وداني، احمد لازم يبقى دكتور والبنات دي لازم تاخد شهاداتها. امك دي بقى كانت الحنيه كلها، دي اللي كانت بتطبطب وتداوي لحد ما طلعتنا كلنا رجاله واقفين على رجلينا. اي حد يا عمر ممكن يفتح بيت، بس اللي يقفل بابه على اللي جواه ويخليهم مطمنين هو ده اللي يبقى راجل، وراجل بجد كمان. ما تخافش يا خال، انا راجل ومعايا دراعي. لا، دماغك ياض قبل دراعك، ولما تغلب في الاخر تستخدم دراعك. واسمع، اوعى تيجي على حد ولا تظلم حد غير اللي يظلمك ويجي عليك، مفهوم ياض؟ شكلك قطار في السفريه دي يا خال. وانت كمان وحشتني والنعم، بس اخاف عم كامل يشوفنا لوحدنا هنا ينقرزني بالكلام. هو ده محل لبس برضه ولا ايه؟ مينفعش يعني يبقى زبون اجي اشتري اي حاجه؟ ده انت احلى زبون والنعم. ايه يا احمد في ايه؟ طب ما تيجي نطلع فوق. نطلع فوق فين؟ انت جنيت يا احمد، واسيب الشغل لمين؟ الله الله الله، انتوا بتعملوا في المحل بتاعي؟ انتوا بتنكسوا المحل؟ ايه هوريك يا بنت؟ انت احترم نفسك يا عم. انا احترم نفسي؟ انا هفضحك يا عم فكري يا عم عبد الله. يا ناس تعالوا الحقونا يا كلاشة، شوفوا الدكتور بيعمل ايه مع بنتك في المحل، بيعمل ايه وسخ المحل، 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 وسخ المحل. ايه اللي حصل؟ في حاجه حصل بينك وبين البنت دي؟ ما حصلش حاجه والله. بس يا بنت ما اسمهاش بنت عم سلطان، بطلت تبقى مراتي. ايوه مراتي، وادي القسيمه اهي. ها حد عايز حاجه؟ اه اه يا ابن الحرام، اه حد عم سلطان.